هنالك إمكانية كبيرة لتصحيح المسار السياسي، خاصة أنه إحنا في بداية مسيرة نضالية طويلة، وهذه المسيرة النضالية الطويلة تستلزم الآن وجودنا داخل جبهة المعارضة. أنوه بأنه موضوع المعارضة أو التحالف الذي يشمل الكتلة الشعبية وامتداد وحراك الجيل الجديد هو تحالف مشترك، وهو تفاهم مشترك بين الجميع بدون قيادة من أي طرف، وكان مزاجهم واضح وكانت أهدافهم واضحة من بداية الإعلان عن نتائج الانتخابات، لأن جميع هؤلاء الأشخاص هم لا يشاركون كمبدأ أخلاقي وسياسي في أي حكومة قائمة على المحافظة والطائفية وتشكل كما الحكومات السابقة. الآن تفاهم الحوارات متقدمة جدا، والآن الكتلة الشعبية تبذل جهد كبير أيضا في كتابة الأوراق الداخلية لهذا التحالف، ونطمح بأنه خلال الأيام القليلة القادمة بأنه يزداد العدد أولا، وثانيا بأنه يعلن رسميا عن هذا التحالف. نعم، يعني ما هو العدد المتوقع لكتلة المعارضة داخل البرلمان؟ وما هي القوانين التي تسعون لتعديلها أو إقرارها؟ العدد مناسب وجيد، وخاصة أنه في حالة استقطاب لحد الآن، وهناك عدد من النواب أيضا راغبين في الدخول بهذا التحالف، ونخوض معهم حوارات أيضا خاصة الكتلة الشعبية اللي تبذل جهد كبير داخل المساحة المستقلين لكونها الأقرب إلى هذه المساحة والأكثر تفاهما معها، لأنها تشكيل من النواب المستقلين الفائزين. كذلك التحالف مؤمل منه بأنه يقوم بأهداف كبيرة، وهنالك آمال وطموحات كبيرة متعلقة بأداء هذا التحالف في البرلمان القادم. هنالك قوانين كثيرة في خلال المرحلة الماضية، وقوانين مهمة وضرورية وتلامس حاجات الناس الأساسية وحاجات المواطن الأساسية قد تأخرت، وهناك جملة من القوانين أيضا تقدمت لأسباب سياسية ولا تلامس هذه الحاجات وليس من الأولوية مطلقا. هناك راح نقدم مجموعة من القوانين ومجموعة من الأهداف ومجموعة من المبادئ المتفق عليها في سلوكنا البرلماني، وكذلك في أدائنا نركز أيضا على جانب الرقابة، وهو جانب كان غائب تماما عن أداء مجلس النواب السابق بسبب حكومات التوافق التي درج عليها النظام السياسي. فهذه كلها جزء من صميم عملنا ومن أهدافنا، وراح نتزل بها التزام تام أمام جمهورنا. أستاذ سجاد، يعني هل تعتقد أن المعارضة التصحيحية ستكون مؤثرة ولها الثقل الكبير في السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ نعم، مؤثرة جدا، ولها ثقل راح يكون، وهذا الثقل مو فقط هو ثقل داخل البرلمان، وإنما ثقل احتجاجي وثقل جماهيري وعمق جماهيري وكبير، وهذا الموضوع هو اللي نتكلم عنه الآن. هذه المعارضة راح تكون فاعلة، راح تعمل على ملفات مهمة في الدولة العراقية، تشتغل هذه الملفات بحرفية ومهنية مؤثرة في كل تفاصيلها، انه الكثير الان يعوم المخب ومن الحركات ومن غيرها من الامور، فهذه المعارضة لها دور فاعل ورئيسي راح يكون مؤثر جدا وقوي في الشارع. نعم، يعني نتحدث عن تمسك القوى التقليدية بالسلطة، هل كان دافعا للقوى المنبثقة من تشرين بالذهاب نحو المعارضة أم ماذا؟ لا، هو بالاساس موقفنا من تشكيل الحكومه هو اللي كان الاساس في الذهاب الى المعارضه. احنا قلنا في البدايه بانه حكومه تشكل على هذه الاسس كما الحكومات السابقه، فراح يكون لنا اتجاه سياسي وموقف سياسي اخر داخل قبه البرلمان. احنا ننتظر تشكيل الحكومه، خاصه بانه احنا لسنا فاعلين في هذا الموضوع، وانما الموضوع اخذ الكتل الكبيره باعتبار ما تعتبره هو استحقاق انتخابي، والان معاركها الاجتماعية والسياسية معروفة واللي خالية من مفهوم المصلحة العامة للوطن. فهذه الكتل هي راح تكون الفاعل الأساسي لتشكيل الحكومة. نتراقب ونتابع عن كثب ما يجري من حراك حول تشكيل الحكومة المقبلة، وأكيد موقفنا راح يكون واضح من خلال برنامجنا اللي وضعناه في الكتلة الشعبية، وأيضا برامج الكتل الأخرى والأحزاب السياسية الأخرى مثل امتداد والجيل الجديد، بأنه اتفاقنا كان منذ البداية من أول جلسات قبل تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة أيضا، وقبل الدخول في أساسيات هذا التحالف وفي صميم عمله، بأنه هذه الحكومة إذا كانت مشكلة كما الحكومات السابقة وراح يسود فيها منهج المحافظة والفساد، فإحنا راح يكون موقف إن موقف سياسي آخر يمثل جماهيرنا ويمثل البعد الوطني اللي على أساس انتخبتنا جماهيرنا. نعم، يعني السيد الصدر حذر سابقا من التعرض للمستقلين عبر الترهيبي
أو الترغيب وطرح المعارضة، هل تؤيدون هذه الفكرة؟ نعم، يعني هذا الكلام مرحب به. مساحة المستقلين أيضا كان واضح خلال الفترة القليلة الماضية، الأيام القليلة الماضية، بأن هنالك استهداف لهذه المساحة لتغذية قوى وأطراف معينة خاسرة. المستقلين هم إرادة شعبية وإرادة جماهيرية، بأنه رغبة الناس بالخروج عن أطر الأحزاب القديمة والتقليدية، كل الأحزاب القديمة والتقليدية، والنقمة على أدائها السياسي الرديء جدا. فهذه المساحة هي تعبير عن اتجاه اجتماعي مهم في مجتمعنا، وهذا الاتجاه الاجتماعي راح يكون المستقبل بشكل واضح له. الآن هو طلع بوادر بشكل واضح، وهم يعني مستقلين ومهمين ومؤثرين وفاعلين اجتماعيا، وتاريخهم النضالي وسيرتهم النضالية كانت احتجاجية ومؤثرة بالشأن العام بشتى الأشكال. ما الخشية من عدم نجاح المعارضة كونها غير معتمدة في النظام السياسي على الصعيد الداخلي لا الخارجي؟ يعني بالنهاية المعارضة ليست عنوان نلتزم به، وإنما هو سلوك، وهذا السلوك راح يكون واضح وراح يكون يقيم من قبل الجميع، خاصة من قبل جماهيرنا. نطمح إلى أنه الأداء والرقابة والمحاسبة البرلمانية، وهناك ملفات كثيرة نعمل عليها الآن، وهذه الملفات نطرحها في مجلس النواب ونستقطب بها الشارع ونستقطب بها، وهي أسس الصراع القادم راح تكون من خلال الملفات اللي نطرحها. أعتقد بأنه المعارضة الآن مرحب بها من كل الأطراف، والكل ينظر إلى بأنه خطوة تصحيحية العملية السياسية وفي المسار السياسي. بعد نواجه ما نواجه في البداية من معقلات، خاصة حقنا في الحصول على المعلومة، وكذلك راح نواجه عثرات كثيره في ادائنا البرلماني، ولكن هذا اصرارنا ثابت ولا يلين بانه بدون معارضه حقيقيه وفاعله فانه اتجاه البلد والعمليه السياسيه ذاهبه الى الاسوء. رفضنا كل انواع المغريات من البدايه، ورفضنا الانضمام الى الكتل الكبيره او تحت جناحها، واختارنا العمل بشكل منفرد مع المتشابهين، مع من يشبهون بافكارنا، لتكوين جبهه المعارضه. ونحن نؤمن إيمان تام بأن هذه المعارضة راح يلتف حولها الشعب، وراح تكون مصدر استقطاب مهم في المجتمع. طيب، لو قدم لكم وزارات، وهذا أمر منطقي لكسب المستقلين أكثر من 40 مقعدا، هل الأمر سينسف المعارضة؟ أبدا أبدا. لو قدمت أنه ما قدمت من وزارات ومن مغررات، فإحنا ثابتين باتجاهنا، ونرى بأنه النظام السياسي إذا لم يتم إصلاحه بشكل جذري وليس بشكل ترقيعي بمحاولات بائسة لإعطاء وزارات أو ترضية بالمناصب العامة أو بالحكومة التنفيذية أو بالسفارات أو بالوزراء العامين وغيرها من اللي درجت عليها الأحزاب والقوى التقليدية لاسترضاء بعضها الآخر، بدون إصلاحات عميقة تذهب إلى النهج اللي موجود واللي رسمته هذه القوى التقليدية من عام 2003 ولغاية الآن، بأنه هذا الدولة الآن أصبحت إقطاعيات لهذه الأحزاب والاتجاهات اللي موجودة. إحنا إحنا الإصلاحية، ومشروعنا الإصلاحي هو مشروع إصلاح حقيقي وجذري، ونعتبر ما حصل بعد 10/10 وفوز المرشحين في المستقلين في كل مناطق العراق بأنه هو البداية فقط. ينتظرنا عمل كبير، آمال وطموحات الناس متعلقة بنا في هذا المجال، وينظرون ان رغم بانه نسبتنا العدديه مو كبيره جدا قياسا الى بعض الكتل الاخرى، ولكن ينظرون ان بانه احنا معبرين حقيقيين عن اراده صامته لكثير من ابناء الشعب العراقي. المرشح الفائز عن الكتله الشعبيه المستقله سجاد سالم، كنت معنا مباشره، شكرا جزيلا لك.